وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخواتي إخواني، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي يكون عندنا الحديث على السمك، ولكن السمك ماشي بالنسبة للإنسان، ولكن كغذاء مهم للقطط. غادي نتكلمكم عليه لاحقا بالنسبة لنا يعني الناس، الانسان الناحيه ديال الصحه ديالو العامه، ولكن اليوم غادي نهضر على القطط. غتشوفوا الطبيسه الصغيره هنا في السمك، ولكن ماشي يعني طازج كهذا، ولكن هنايا مطهي. علاش؟ حيت انا كنوجد واحد الطويجن من القطه ديالي ميو، اللي كيحمق على السمك، ونهار كامل غير كيشم ريحه السمك، راه ما كيسكتش، كيبقى يغوت خصو ياكل. دابا هو ساكت. علاش ساكت؟ حيت كلا الطبيسه ديالو الاول، وهذا الثاني كنخليه له حتى الوقت ديال الغداء. حتى هو عنده حقه في الاكل بحالي بحالو. انا خديت نهار تشهيت السمك، غادي نطيب السمك، ولكن لابد نهتم به حتى هو كواحد من افراد الاسره. علاش؟ لان لابد حتى هو محتاج من المكونات اللي كاينه في الحوت، خصوصا دائما كنتكلم لكم على اوميغا 3. الاوميغا 3 او الاوميغا 3 هي مهمه للجهاز العصبي، بحال هي مهمه للانسان مهمه للقطط. السمك فيه الكالسيوم، كيقوي العظام ديال القطط. السمك هو الغذاء المهم اللي كيشتمل على جميع المكونات اللي كيحتاجها القط، من كالسيوم، من الدهون الاساسيه، من جميع المواد اللي هو محتاج بها، من الحديد، من كل شيء. ف يعني اذا عطيتي غير السمك فقط، فانت كتقدم له غذاء صحي كامل، كيسهل له عمليه الهضم، وكيعاونوا على الجهاز العصبي ديالو، والجهاز يعني المناعي، كيقوي له العظام، الاسنان، كيعطيه واحد النشاط والحيويه. فمجرد انك تقدم له الطعام السمك، فهو كيغني على جميع المأكولات الاخرى، لكن دون ان ننسى يعني اضافه الخضار. الا بغيتي تضيف له الخضار بالنسبه لهذا السمك، هذا ماشي مشكل، تقدر تسلق له الحوت، يعني غير السردين او الشطو، وتضيف له فيه بطاطا، يعني بطاطس او الجزر او القرعه او الكوسه، وتعملهم في الماء، ما تضيف حتى شي ماده، يعني تخلي داكشي في الماء الطبيعي، وتخليهم فوق النار مده 10 دقائق، ومن بعد تعطيهم له وتقدمهم له. غادي يكون فرحان، وغادي تستمتع بغذاء شهي وصحي، وغادي يقول لك شكرا، شكرا بطريقته. القطط ملي كتبغي تشكرك فهي كتمسح بك، هذاك هو الشكر ديالها. دابا هو راه ناعس حيت كلا، عما كريشه ديالو، شبعان، ما محتاج حتى حاجه، كلا تشبع ومشي ينعس. غادي نصور لكم يعني فين هو جالس، باش تعرفوا بانه تهدم، خدا غذاء اللي